السلام عليكم، مرحبا بكم عندي فيديو جديد في قناتكم اللي هي قناة عالم سيداتي ويد دريمز. بطبيعة الحال إذا كنتي أول مرة كتكتشف في القناة ديالي، ما عليك إلا تكليكي على زر الاشتراك مع صابوني مع تفعيل الجرس باش يوصلك أي جديد. ديروا جيم ولي كومونتير تبقاو محلولين كتعبروا على الرأي ديالكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد البرنامج من تقديم العشابي، وعارفين العشابي أي برنامج كيكون فيه كيكون دواسة تيتجبدوا. هذا البرنامج غادي يدعى على الإذاعة ام بي سي 5 في رمضان ان شاء الله. بطبيعه الحال هذه كاميرا خفيه، فاش كيستضيفوا الممثل ولا المغني ما كيقولوش لي كاميرا خفيه، تقول لي برنامج فحال كاينين نفس البرنامج ولكن في جوج الفصول. الفصل الاول سميتو رمضان شو، هذا رمضان شو تكون واحد الطبله ديال الافطار كيستضيفوا فيها المغني ولا الممثل، كيبداو يهضروا معاه كي جاك اليوم رمضان، باش حسيتي جعتي امتى تسحرتي اشنو كدير هكاك، عباش كيبداو بالدواسه تبداو يعبروا ليه في الطونسيو ديالو كيفاش غيكون كيفاش يحس. كاين اللي كيقلب الطبله، كاين كتسمع ممكن تسمع غير طوط 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 يعني السبان. عاوتاني المرحله الثانيه فيها 5 5، هادي مع غتكون مستضيف مع العشابي فتيجة مالي، غتكون كتعاونو حتى هي كتطلع الطونسيو اللي غيكون مستضيفو ضيف الحلقه. المهم هذا البرنامج كله فاش غيدع في الاذاعه ديال ام بي سي 5 غسميتو فاصل ونواصل. هو كاميرا خفيه كتمتع. المهم انا بديت لكم لا فيديو من الاخر، هذه هي الفيرمه اللي بن سليمان فين بدا فين صورنا الكاميرا الخفيه. المهم هنايا هنا فين كان فين وصلنا فين كيس هنا فين كيستقبلوا المغني ولا الممثل عباش كيدخلوه البلاطو، حنا منوع علينا. المهم انا كنوريكم غير البلايص هنا فين كيحطوا، هنا هذه هي البلاصه فين كيدخل المغني ولا الممثل عباش كيدخلوه البلاطو، حنا منوع علينا ندخلوه لي بورتابل، منو علينا ندخلو السكن ديالنا كندخلو طوال وكيقلبونا حتى ما بغاوش يدخل شي وحده وتصور ولا شي حاجه ودار، حتى انا راني مصوره هذه تقريبا المده هذه حتى يعني دازت الحلقه عباش قدرت نلوح هذه في القناه ديالي باش بلا مشاكل. شوما من الاول تقولك ما تصوريش ويلا خرجت صورة على برا نتابعوك. المهم هذه الاذاعه هذه، المهم حنايا فاش وصلنا كنصوروا كنخرجوا نرتاحوا شويه. المهم حجه وزياره، جينا فوجنا درنا في الفيرما شفنا اكتشفنا بن سليمان كيفاش دايره هنايا. المهم تمتعنا النهار كامل، داز واحد النهار زويون. المهم تقريبا حنايا كنا شي 50 واحد عباش زدنا. المهم في هاد اللحظات هذا من هنايا تهزينا من حدا حي ريجينسي، ها هو الكار يعني الترونسبور ديالنا اللي جاو هزونا فيه مخلطين حنا بنات ورجاله. المهم من هنايا نخليكم مع الطريق اللي والطريق صورت لكم الطريق كامله من هنا توصلنا للاذاعه. من هنا كنقول لكم فرجه ممتعه والى اللقاء. طبيعة الحال الى عجبكم الفيديو خليوا لي واحد التعليق باش يحفزني نعطي اكثر واكثر. من هنا كنقول لكم كنبغيكم بزاف بزاف والى اللقاء.